بتتبع لتاريخ التجسس البريطاني على دول القارة العجوز، كشفت وثيقة سرية داخل الإرشيف الوطني البريطاني عن تفاصيل تشكيل أول جهاز مخابرات منظم في المملكة المتحدة الذي مكن العائلة الملكية البريطانية من التجسس على ملوك أوروبا بمرحلة مليئة بالصراعات والحروب. الوثيقة التي تحمل عنوان أسماء رجال الاستخبارات يعود تاريخها لأكثر من 4 قرون، أسسها روبرت سيسل أبرز المقربين للملكة إليزابيث الأولى والرافد الأساسي لها ولكل ما يحدث في العالم، حيث حملت تلك الوثيقة بين طياتها تفاصيل أقدم شبكات التجسس السرية البريطانية، وأعطت نظرة ثاقبة على بدايات الخدمة السرية والتجسس لصالح العرش البريطاني. صحيفة الغارديان البريطانية أوردت تفاصيل تلك الوثيقة التي ظلت حبيسة أروقة الإرشيف الوطني البريطاني ضمن مجموعة مستندات أخرى في مجلد متنوع بعد حفظها من قبل أمناء الإرشيف الفيكتوريين الذين كانوا يحفظون أي ورقة غامضة داخل مجلدات متفرقة ويتجاهلونها، وهو ما قاد المؤرخين لاكتشاف خفايا مثيرة للاهتمام عن العائلة الملكية. لم يكن أمر اكتشاف تلك الوثيقة بمحض الصدفة، إنما نتيجة عمل استمر ل15 عاماً للمؤرخ البريطاني ستيفن ألفورد بهدف البحث عن شبكات التجسس وإعادة بناء ملفات سيسل السرية وأسماء الجواسيس، حيث كانت بعض تلك الأسماء ضمن المجلس الخاص للملكة إليزابيث الأولى إضافة لأسماء أخرى غير معروفة. وبالنظر إلى روبرت سيسل المؤسس الأول لجهاز المخابرات البريطاني ولأول شبكة تجسس بريطانية، فقد كان سياسياً محنكاً قوياً تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا 3 مرات ولقب بماركيز سالسبوري الثالث، وشغل مناصب عدة أبرزها انتخابه في مجلس عموم الأمم المتحدة ووزيراً للخارجية وأبرز الزعماء المحافظين في مجلس اللوردات وشخصاً فاعلاً في الشؤون الخارجية والقضايا الدولية، وتميز سياسته بالتوسع الاستعماري لبريطانيا خاصة في أفريقيا. وبالعودة إلى تاريخ سيسل وإنشائه لشبكة التجسس، فقد اعتقد الباحثون أن سيسل كان يمتلك عدداً من الجواسيس، إلى أن الوثيقة أشارت إلى شبكته المنظمة والتي ضمت أكثر من 20 جاسوساً في لاشبونيا وبروكسل وأشبيليا وروما وأمستردام وسكوتلاند والسويد وأماكن أخرى، كما أن المؤرخين وصفوا الجواسيس المذكورة أسمائهم داخل الوثيقة السرية بالمختلفين عن الصورة النمطية للجواسيس. فقد اختار سيسل معظمهم من التجار الدوليين كونهم يسافرون كثيراً ويتحدثون لغات أوروبية مختلفة ولديهم شبكات خاصة بهم داخل الدول الأوروبية. وتشير الوثائق الخاصة بسيسل إلى اعتماده على مجموعة صغيرة موثوق بها من الأفراد لمساعدته في إدارة عملياته السرية في التجسس على ملوك أوروبا ورؤساء دول أخرى. تجسد قصة سيسل وجواسيسه مزيجاً من الدهاء السياسي والإثارة التي تنافس أعظم الروايات الجاسوسية، إذ أنهم كانوا يعتمدون على الحبر السري والرسائل المشفرة وخطط التخفي المعقدة لجمع معلومات بشأن تحركات البلاط الأوروبي وأسراره. فالوثيقة المهملة كانت بمثابة خريطة طريق لمسار تاريخ التجسس البريطاني والشبكة السرية التي استمرت لعقود في لعب دور حيوي بحماية العرش الإنجليزي وضمان استقراره ضد التهديدات الداخلية والخارجية.